وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار. مساء الخير سعادة الشيخ، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. حدثنا عن أهمية مشاركة مملكة البحرين في معرض العمارة الدولي 18. تأتي هذه المشاركة ضمن المشاركات الخارجية لهيئة البحرين للثقافة والأثار لإبراز جوانب الثقافية المتعددة لمملكة البحرين، وتشكل العمارة جزءا من هذه الثقافة. هذه المشاركة التي تم انتقاء من خلالها القيمتين لطيف الخياط ومريم الدميري تأتي لإتاحة المجال للشباب البحريني للتفاعل على المنصات الدولية ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك البلد المعظم، لإعطاء الشباب البحريني المجال لأن يكونوا الوجه للبحرين في الخارج. هذه المشاركة التي تأتي ضمن موضوع هام وهو الاستدامة، استدامة العمارة خاصة في البيئة المناخية في البحرين وفي المنطقة، تأتي كذلك ترجمة للتوجه الحكومي برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الاستدامة هي النهج والعمود الأساسي للتنمية في البحرين. فهذه المشاركة بما تستعرضه من تجارب وبحوث علمية قام بها القائمين على مدى أشهر قبل الافتتاح هي فرصة لكل الباحثين والمهتمين للتعامل مع المياه الناتجة من عملية التبريد في المباني القائمة والمستقبلية، على أمل أن يكون هذا الجناح فرصة للزائرين بينال البندقية والذي يمتد إلى شهر نوفمبر القادم للتعرف على ما تقدمه البحرين من حلول مبتكرة لتحاكي تحديات العصر. نعم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.